مرحبا بكم إلى صحافة المساء، نستعرض فيه أبرز ما تناولته الصحف المحلية العربية العالمية عن اليمن. مرحبا بكم. سلط موقع المهرية الضوء على تصريحات شيخ مشايخ محافظة أرخبيل سقطرى عيسى بن ياقوت، حيث دان ما تتعرض له محافظة المهرة من طمس للسيادة والتدخل في شؤونها الداخلية من قبل القوات السعودية. بن ياقوت قال إن قرار البرنامج السعودي لتسمية مدارس محافظة المهرة بأسماء مدن سعودية فعل يتجلى لإتمام السيطرة على محافظة المهرة أرضا وإنسانا، مؤكدا أن أبناء المهرة لن يسمحوا بذلك أبدا. ودعا بن ياقوت الشيخ علي سالم الحريزي وأبناء المهرة كافة والمحافظ محمد علي ياسر لإيقاف العبث والانتهاكات بحق سيادة الوطن وخصوصياته. موقع الخبر بوست نشر حوارا مع نائب رئيس مجلس الحراك الثوري بحضرموت علي محمد بن شحنة، حيث اتهم المجلس الانتقالي بأنه صناعة المخابرات الإماراتية ولا يمثل أبناء الجنوب، واصفا في الوقت ذاته الوجود الإماراتي في اليمن بالاحتلال. ويضيف بأن المجلس الانتقالي صناعة إماراتية تمت عبر غرفة مخابرات في أبوظبي، وقام بطرد الحكومة بأمر إماراتي سمح بدخولها عدن بأمر إماراتي أيضا، وقيادتهم الآن خارج البلد. لفت إلى أن الانتقالي أو غيره لا يستطيع تمثيل الجنوب، لأن الحراك السلمي معتمد دوليا لتمثيل القضية الجنوبية، إذ أن التمثيل حق وطني لكل القوى الوطنية الجنوبية فقط. وبحسب الموقع فإن سبب تواجد السعودية في المهرة هو السيطرة على الموقع الحيوي واستمرار تدفق النفط السعودي عبر البحر العربي بعيدا عن السيطرة الإيرانية في مضيق هرمز. قال الموقع بوست في تقرير له إن المصالحة بين الدول الخليجية إن تمت فسيكون لها تأثيرها الكبير على الوضع في اليمن سواء سلبيا أو إيجابيا. تقتضي الإشارة هنا إلى ثلاث قضايا تعد محور الاهتمام في انعكاس تلك المصالحة على اليمن، وهي كل من المهرة حيث توجد السعودية وقواتها منذ سنوات، والعلاقة مع الحوثيين والنفوذ الإماراتي أيضا في اليمن. ويضيف بأن هذه القضايا الثلاث تعد من أكثر الملفات الملتهبة التي طرأت عقب الأزمة الخليجية، فقد اتهمت قطر بدعم الحوثيين وتوسعت السعودية في المهرة تحت ذريعة مواجهة تهريب السلاح لجماعات الحوثي. ويلفت إلى أنه في حال تمت المصالحة فسيؤدي ذلك إلى تغييرات تنعكس على الوضع باليمن جراء استعادة الدوحة لتأثيرها داخل البيت الخليجي، وسيخلق ذلك توازنا مهما، خاصة أن قطر تؤيد الشرعية ووحدة اليمن، وهو موقف ظل ثابتا رغم اندلاع الأزمة وانجرار الحكومة اليمنية مع الموقف السعودي الإماراتي. في موقع يمن مونيتور نقرأ تصريحات لنقابة الصحفيين اليمنيين، حيث تقول إنها رصدت 112 حالة انتهاك طالت حرية الصحافة في اليمن خلال العام 2020. طالت صحفيين مصورين وممتلكاتهم ومقار إعلامية. تضيف بأن الانتهاكات تنوعت بين الاختطاف والاعتقال ب33 حالة من إجمالي الانتهاكات، يليها التهديد والتحريض على الصحفيين ب22 حالة، ثم المنع والمصادرة ب13 حالة، ثم المحاكمات والتحقيقات ب10 حالات. بلغت حالات التعذيب للصحفيين في اليمن 8 حالات من قبل أطراف الصراع المختلفة. رصدت النقابة 10 حالات مضايقات قضائية، منها 5 حالات محاكمات صدر منها 4 قرارات بالإعدام لصحفيين. في تواريخ الشعوب والأفراد، صار العام 2020 عام الكوارث العظيمة الذي افتتح بكورونا المنطلق من يوهان الصينية،
لم يتاح للعالم الوصول إلى شهر ربيعه الأول إلا وقد أغلقت أبواب البلدان. هكذا بدأ الكاتب محمد عبد الوهاب الشيباني مقاله الذي نشره في موقع المهرية النت، حيث يقول فيه إن العام 2020 عطل اقتصادات الدول الكبرى وقيد حركة سكان العالم في القارات الست وملحقاتها. يتابع أن الحكومات أرجعت كل خذلانها وانتهاكاتها وتجويعها وحصارها لشعوبها في العام 2020 لهذه الجائحة بالحق والباطل، وعيش الإعلام الموجه كل شعوب الأرض في رعب شديد، وها هو يفعل الأمر ذاته مع اكتشاف سلالات جديدة من الفيروس. ويلفت إلى أن اليمنيين عاشوا خلال هذه المعمعة في وضع صعب، وابتدأت فصوله مع حصد الفيروس لمئات الأرواح في حضرموت وصنعاء وتعز وعدن وسط تعتيم إعلامي مخيف. أما موقع عربي 21 فقد نشر مقالا للكاتب ياسين التميمي يقول فيه إن ميليشيا الانتقالي الممول إماراتيا لا تزال تفرض منطقها الخاص في مدينة عدن ممسكة بمفاصل القوة العسكرية والأمنية دون مانية للإقرار بحق الحكومة التي أصبح جزءا منها في استعادة صلاحياتها السياسية العسكرية والأمنية والاقتصادية. ويضيف بأن مخاوف الحكومة تأتي إذن من أن ميليشيا الانتقالي ومن خلفها أبو ظبي، والتي لا يبدو أنها بريئة من الهجوم على مطار عدن، ولا يبدو أنها مستعدة حتى الآن للقبول بالوضع الجديد الذي يكرسه اتفاق الرياض ويفرضه على الجميع بعد تعثر دام أكثر من عام. ويلفت إلى أن هجوم عدن أعطى إشارة قوية على الوضعية الحرجة للحكومة، خصوصا أن التهديد يأتي من القوى التي تتمتع بنفوذ أمني وعسكري في عدن، وهو ما يعد مؤشرا أن التهديد الذي يطال الحكومة داخليا. نهاية صحافة المساء لهذا اليوم، إلى اللقاء.